اخوان، السلام عليكم. تنتمنى باش انكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى كذلك انكم تسامحوني بزاف حيت طلت الغيبه كما تيقولوا، وهذا الشيء راه خارج بطبيعه الحال على الاراده ديالي. بزاف ديال الناس اللي هما كيسولوني مجموعه ديال الاسئله، وحاولت اني نجاوب على البعض منها بطبيعه الحال على الانستغرام، وعلى كذلك من خلال التعليق اللي كاين هنا في اليوتيوب. ولكن اسمحوا لي بزاف بزاف الا ما جاوبت الاغلبيه منكم، ولكن راه كاين الضغط، الضغط وخدام بزاف، وبزاف ديال الحوايج اللي موقف. دونك اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال اللي تطرح بخصوص واحد المدرسه اللي بزاف ديال الناس بغاو يعرفوا معلومات عليها بطبيعه الحال، وهي المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه. دونك هاد الاعلان راه تلاح غير اليوم اللي شفتو انا بعدا، وغادي نشرح لكم وغادي نعطيكم معلومات اضافيه بخصوص هاد الاعلان، وبخصوص بطبيعه الحال هاد المدرسه اللي كتسمى بطبيعه الحال المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه. دونك اخر اجل باش انكم تقدموا الترشيح ديالكم بطبيعه الحال الا بغيتوا تولجوا للسنه الاولى من هاد المدرسه، هو نهار 15 يونيو 2022. وكما كتعرفوا بان المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه فهي واحد المؤسسه بطبيعه الحال ديال التعليم العالي، ولكن ما تابعاش لشي جامعه، وهي خاضعه بطبيعه الحال للوصايه ديال وزاره التجهيز والماء. بالنسبه لهذه المؤسسه فهي كتكون فيها مجموعه ديال المهندسين، وكتهدف باش انها تطور مجموعه ديال الكفاءات في مجالات وميادين مختلفه، من ضمنها الهندسه الخاصه بالبنايات التحتيه والبناء والاشغال العموميه والتهيئه ديال التراب الوطني. بالاضافه كذلك بان هذه المدرسه فهي كتحط الاهتمام ديالها على الهندسه ديال التكنولوجيا الجديده، وكذلك الاعلام والاتصال. بالنسبه لهذه المدرسه بطبيعه الحال فهي غادي تنظم واحد المباراه ديال الولوج ديال السنه الاولى من سيكل المهندسين بطبيعه الحال، وقلت لكم غادي تكون هذه المباراه نهار الاربعاء 23 يوليو 2022. بالنسبه للتسجيل في لا بلاتفورم فهو غادي يكون نهار 15 يونيو 2022. دابا غادي نعرفوا شكون هما الناس اللي عندهم الحق انهم يدفعوا لهذه المدرسه، وغادي نشرحهم. وتنتمنى انكم ما تسولونيش في لي كومونتير على واش انا عندي باك سيونس ايكونوميك، واش عندي الحق ندفع لهادي، واش انا عندي كذا وكذا، واش عندي الحق ندفع لهادي. لا، رجعوا معايا، ردوا معايا البال رجاء، وتصنتوا مزيان باش انكم تفهموا بطبيعه الحال. الناس اللي عندهم الحق انهم يدفعوا هما دوك الناس اللي حصلوا على الدبلوم ديال الدراسات الجامعيه العامه. يعني ملي كتقرا في لافاك فملي كدوز عامين راه كتحصل على الدوك. الا قريتي مثلا في ليفيستي فديك عامين اللي كتقرا من بعد البكالوريا بطبيعه الحال كتفاليدي وكتحصل على الدبلوم ديالك، فداك الدبلوم اللي كتحصل عليه كيتسمى دوست. قريتي مثلا وخذ من بعد عامين ومشيتي قريتي مثلا في شي حاجه اللي عندها علاقه ب مهنيه، فهذاك الدبلوم اللي كتحصل عليه كيتسمى دوب، يعني دبلوم دي زيتود انيفيرسيتير بروفيسيونيل، ولا شي حاجه بطبيعه الحال اللي كتعاد لهاد المسالك العلميه والتقنيه. كاين كذلك الناس اللي عندهم الاجازه الاساسيه ولا الاجازه المهنيه ولا الدبلوم ديال الاجازه بطبيعه الحال في العلوم والتقنيات وفي مجال التكوينات بطبيعه الحال ديال المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه. ماشي هادشي فقط اللي كاين، ردوا معايا البال، جي واحد الملاحظه اللي هي مهمه مهمه بزاف، وهي المتعلقه بالشروط ديال الترشيح. الحصول بطبيعه الحال على الدوغ ولا الدوس ولا الدوب، فضروري انك كدوز سنتين بعد البكالوريا. ما تقولش لي رجعت ليا واحد العام، عندي العام الثالث واش عندي الحق ندفع؟ لا، تيقول لك عامين، ها هي الحصول في غضون سنتين بعد البكالوريا على دبلوم الدراسات الجامعيه العامه اللي قلت لكم الدوغ ولا الدوب ولا الدوست ولا شي حاجه اخرى، او دبلوم الدراسات الجامعيه المهنيه اللي هو الدوب اللي قلت لكم، ولا شي حاجه اللي كتعادلها في المجالات العلميه والتقنيه. ملي تنقولوا المجالات العلميه والتقنيه فاحنا بطبيعه الحال كنهضروا على الناس اللي دايرين الميب ولا الناس اللي دايرين الاس ام بي ولا الاس ام اي ولا الاس ام ا ولا شي حاجه كتعادل هاد لي ديبلوم. نتمنى باش انكم تكونوا فهمتوني. دابا
دابا الناس اللي بيدفعوا بلا ليسونس، ما تقولش لي عندي 4 سنين في لا ليسونس، فهما تيقول لك انا الحصول في غضون 3 سنوات، يعني تيقول لك خصك انك تجيب ليسونس ديالك في 3 ديال السنوات، يعني 3 سنين من بعد البكالوريا دوزتيها خديت الدبلوم ديال الاجازه ديالك في التخصصات الثانيه، عندك الرياضيات والفيزياء، وانك تكون كذلك حاصل على هاد الدبلوم ديال الاجازه بطبيعه الحال بواحد الميزان ديال المستحسن في الفصول الثلاثه الاولى، يعني الاس 1 اس 2 اس 3 خصك تكون جايب فيهم المونسيو، يعني جايب 12 الفوق، هادي ما نهضروش عليها. وكاين حاجه اخرى واللي هي متعلقه بطبيعه الحال بالسن، غتجي تقول لها سعيد واش انا عندي 40 عام 30 عام 25 عام 27 عام 28 عام واش عندي الحق اني ندفع؟ بطبيعه الحال غادي نقول لك ما عندكش الحق تدفع، ولكن علاش سعيد تقول لنا هاد الهضره؟ حيت الا شفتوا معايا هنا تيقول لك الا يتجاوز سن المترشح 23 سنه الى غايه 31 دجنبر من سنه 2022. دابا انت بتدفع وعندك 23 سنه، واش عندك الحق انك تدفع ولا ما عندك؟ اي عندك الحق، ولكن كتعرفوا بان كاين شي حاجه سميتها لانيفيرسير، مثلا عندي لانيفيرسير مثلا انا مثلا نهار نقول مثلا حنا نهار 30 دجنبر، هي فين غتسالي لي هي فين غادي ندخل انا 23 سنه، واش عندي الحق ندفع ولا لا؟ عندك الحق تدفع، انت عندك الحق دابا من لهنا حتى ل 31 دجنبر من هاد السنه ديال 2022. نتمنى انكم تفهموني وانكم ركزتوا معايا مزيان. نعاود لكم، عندك عامين من بعد البكالوريا تكون شاد فيها الدوغ ولا الدوست ولا الدو، عامين ما تقولش 3 سنين عاد بنش الدوغ ولا 3 سنين عاد بنش الدوست ولا 3 سنين عاد بنش الدوب، هادشي راه ما كاينش. كذلك الدوب تيهضروا هنا على الناس اللي عندهم اللي دايرين التخصصات ديال الميب والاس ام الاس ام بي والاس ام اي والاس ام ا ولا شي حاجه كتعادلها. ليسونس الناس اللي شدوا ليسونس في 3 سنين واقفه ميستار، عام الاول عام ثاني عام ثالث صافي، وحاصلين على الاس 1 والاس 2 جايبين فيهم، والاس 3 حتى هي جايبين فيها واحد النقطه من 12 لفوق، وبطبيعه الحال ما يكون السن في 23 سنه. دابا نشوفوا كيفاش ممكن ليا اني نترشح. ياك كاينين جوج ديال المرحلات، المرحله الاولى بان التسجيل تيكون بطبيعه الحال عبر الانترنت عبر الموقع ديال المدرسه اللي هو ehtp.ac.ma، وتيقول لك يجب ملء جميع المعلومات المطلوبه في مطبوع الترشيح بطبيعه الحال في ذاك الموقع. المرحله الثانيه من في الترشيح يتم وضعه بمقر المدرسه او ارساله عبر البريد، يعني ذاك الملف ديالك اللي ملي كتسجل في السيت كتطبع ذاك الملف ديال ذاك المطبوع ديال الترشيح، وبطبيعه الحال كتزيد عليه مجموعه ديال الوثائق، نسخه طبق الاصل ديال بطاقه التعريف الوطني يعني مغاليزيا لاكارت مغاليزيا، واحد الاخرى ثاني ديال شهاده البكالوريا مغاليزيا من جوج ديال الجهات، نسخه كذلك طبق الاصل نكشوف النقاط لجميع الفصول الدراسيه، يعني ضروري انك تجيب لهم كشف النقاط، الا دفعتي بالدوك ولا الدوست ولا الدوب فخصك تجيب لهم داكشي مكاشي دوك اللي كتخصهم مستر مكاشين من عند المؤسسه اللي انت قريت فيها، خديت اللي بدوي تدفع بالليسونس فضروري خصك تجيب لهم داكشي دوك البيانات النقاط كلهم مكاشين عند المؤسسه اللي انت قريت فيها. نشوفوا دابا الطريقه ديال الولوج ديال هاد الناس اللي بيدفعوا لهاد المدرسه. طريقه الولوج، لائحه المترشحين المقبولين من طرف هاد اللجنه اللي غتكون بطبيعه الحال واحد اللجنه ديال الانتقال، غادي يتم الاعلان عليها بالمقر ديال المؤسسه ولا على الموقع الرسمي ديال المؤسسه بطبيعه الحال عبر الانترنت، وذلك غادي يكون نهار 1 يوليوز 2022. بالنسبه للاختبار الكتابي غادي يكون ان شاء الله تعالى غادي يكون بعد الانتقاء التمهيدي، وغادي يكون في الرياضيات والمده ديالو 3 ساعات يعني 3 سوايع انت كدوز، الفيزياء حتى هي فيها 3 ديال السوايع. الا نجحتي في الاختبار الكتابي فغدوز بطبيعه الحال الاختبار الشفوي، هذا الاختبار الشفوي يستدعي من المترشحين انهم يدوزوا هذا الاختبار، يستدعي المترشحون الناجحون في الاختبار الكتابي. بطبيعه الحال كما قلت لكم نجحتوا في الاختبار الكتابي غدوزوا الشفوي، وهاد المقابله بطبيعه الحال غتكون في التواصل باللغه الفرنسيه، غادي تدوزوها بالفرنسيه، يتم على اثرها تحديد المقبولين لولوج المدرسه. دونك هاد الشيء اللي كان بطبيعه الحال في هاد لا فيديو، غادي نشرح لكم فيديو اللي جاي طريقه ديال الترشيح بطبيعه الحال
عبر الموقع ديال المدرسة. تحياتي إليكم أصدقائي، باقي عندكم شي سؤال خارج هادشي اللي قلت؟ فمرحبا بكم بطبيعة الحال، ودائما وأبدا أنا راه الإشارة ديالكم. تحياتي إليكم.